هنا منطقة تستور شمال غرب تونس، حيث استقبلتنا مناظر طبيعية تسحر العين. هنا يعيش مربي النحل إلياس الشابي البالغ من العمر 39 سنة تحديداً في قرية الشابية. إلياس اختار اعتماد جهاز سمارت بي الذكي الذي يوضع في خلية النحل ويوظف الذكاء الاصطناعي معتمداً على خوارزميات لجمع المعلومات الصحيحة وقراءة مؤشرات كارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، ارتفاع الرطوبة وانخفاضها، وقسم الحاضنة ويرقات الخلية، وهو ما يعطي فكرة عن حالة خلية النحل والمساعدة على تفادي النفوق الزائد للنحل وتحسين إنتاج العسل، إضافة إلى تنبيه المربيين حال حدوث إشكال مفاجئ. استعملت الخلايا الذكية من 2021. المشروع هذا الهدف متاعه إنه النحل من خلال هالتقنية الجديدة أنه يتجاوز النفوق الكبير لخلايا النحل. بالنسبة لي أنا شخصيا حفزتني وربحت برشا حاجات أني أراقب في الخلايا متاعي، الاستعمال متاع الماكينات هذاما متاع السمارت بي ما يخذوش مكان كبير ياسر في الخلية ويقوموا بدور فعال اللي هو معناها يعطيك اللوكاليزاسيون. إذا كان يجيك أنت إنسان ويهز لك نحلك والإنسان يحرك لك نحلك تعطيك الاليرت، تبعث لك ميساج على التليفون متاعك، كذلك من خلال الإشعارات اللي تبعثها تعرف الحرارة والرطوبة في الخلية، تعرف الميزان اللي هي تعطيك القوة متاع الخلية. مشروع إلياس واحد من عدة مشاريع أنجزتها شركة ناشئة بتونس لمجموعة من خريجي الهندسة بيكبرتك، الوحيدة من نوعها في منطقة شمال أفريقيا التي تقدم حلولاً لتفادي نفوق النحل وانهيار خلياتها. التكنولوجيا التي تعتمدها هذه الشركة أثبتت فعالية في تونس وفي دول أخرى،